السلام عليكم. اليوم نروح لولاية بيجاية لنتعرف على وضعية المشروع تاع استغلال الزنك والرصاص في منطقة تلا حمزة بولاية بيجاية. أيضا هذا المشروع اللي تم حاليا انطلاق فيه الانطلاق الفعلي بعد ما تم تسوية كل المشاكل الإدارية واللوجستيكية كذلك وكذلك مشاكل نتاع الأملاك يعني تاع أصحاب الأراضي في المنطقة. إذن تم الانطلاق الفعلي في المشروع هذا واللي سوف يكون بشراكة جزائرية أسترالية وسوف يدوم إلى 30 سنة من استغلال. يعني المشروع واحد من أكبر يعني المناجم تاع الرصاص والزنك في العالم. يعني هذا مشروع هام جدا سوف ينوع من مصادر الثروة في الجزائر ويخلق ما لا يقل عن 2000 منصب شغل دائم. إذن إن شاء الله الأشغال هذه والانطلاقة الفعلية سوف يعني في الاستغلال سوف تبدأ مع بداية سنة 2026. إذن خليكم تتابعوا في الموضوع والسلام عليكم. منجم الزنك والرصاص بتالا حمزة أميزور بولاية بجاية مورد آخر يدعم الاقتصاد الوطني ويساهم في التنمية الاقتصادية. هذا المشروع الذي شرع فعليا في تجسيده سيدخل حيز الاستغلال سنة 2026 إذ يحتوي على احتياطي يفوق 34 مليون طن بفترة استغلال تقارب 30 سنة. كما يعلم الجميع يهدف هذا المشروع إلى استغلال مكمن الزنك والرصاص من أجل تعزيز ورفع من القدرات المنجمية للبلاد وخلق قيمة مضافة لدعم وتنويع الاقتصاد الوطني. المشروع الذي سيسمح بتوفير مناصب الشغل وجلب التكنولوجيا سيعزز القدرات المنجمية للبلاد وفق نظرة السلطات العليا التي تسعى إلى الاستغلال الأمثل لمقدرات البلاد وثرواتها الباطنية ضمن استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني. يسمح هذا المشروع أيضا لضمان تمويل مصنع الزنك بغزوات بالمواد الأولية من الخام المركز لتحويله وتثمينه لتغطية الاحتياجات الوطنية، وسيتم وضع الفائض من الإنتاج في الأسواق الخارجية لجلب العملة الصعبة، وذلك نظرا لزيادة الطلب العالمي على مادة الزنك والرصاص ولأهميتها في عدة صناعات. بعد أن أكدت الفلاحة أنها قطاع يعتد به منذ بداية جائحة كورونا، دخلت الجزائر مرحلة جديدة من خلال استغلال كل الثروات الباطنية بدءا بالتنقيب عن الذهب ثم استثمارات الحديد والفوسفات وغيرها من المعادن وصولا إلى مناجم الزنك والرصاص. لقد صادف هذا الحدث شهر نوفمبر المجيد، شهر الإنجازات والبطولات، إذ شهدنا قبل شهرين انطلاق مشروع بغرب البلاد لتثمين مواردنا المنجمية، واللذان دخل في الانتاج الفعلي. يتعلق الأمر بكل من مشروع انتاج البنتونيت بحمام بغرارة بولاية لمسان بطاقة انتاجية تقدر 120 ألف طن سنويا، ومشروع انتاج الكربونات دو كالسيوم بعجاز ولاية معسكر. ثروات الجزائر الباطنية كثيرة، ما يوفر مع الوتيرة المتسارعة لاستغلالها مداخل كثيرة بالعملة الصعبة، وهو ما يجعل منها خلاصا من تبعية طويلة لقطاع المحروقات.